السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية لكم بطريقة جديدة جدا للحلويات، وطريقة سهلة قوي. أنا عارفة أن معظمكم لسه مجربوهاش، بس ياريت تجربوها، طعمها حلو جدا. هي فيها شبه كده من صوابع زينب، بس هي أسهل بكتير جدا. جربوها معايا ومش هتندموا. عايزة أقولك أن مكوناتها سهلة جدا وموجودة في كل بيت. معايا كوبايتين لبن مغليين وسخنين، لسه سخن ومغلي، ومعايا كوبايتين دقيق. اول حاجة هحط اللبن على الدقيق واحدة واحدة كده، وابدأ ايه وابدأ اعجنه. هبدأ ادوب اللبن في الدقيق، عايزاه لحد ما اوصل لعجينة، بس هحط حبة حبة بس عشان ما اتكلكعش. ادي دول دايبة همت، اروح حاطة الحبة التانية. هعجنها كويس قوي وارجع لكم. رجعت لكم تاني يا جماعة. بالنسبة للعجينة عجنتها ازاي، حطيت حلة على النار وحطيت فيها اللبن والدقيق، وقعدت اقلبهم كويس جدا على النار زي بلح الشام كده لحد ما بقت عجينة عجينة طرية معايا هي وكويسة. زودت عليها معلقتين زيت ورشة فانيليا. ماشي يا جماعة، هسيبها ترتاح نص ساعة وارجع اكمل معاكم تاني. رجعت لكم تاني يا جماعة بعد ما العجينة ارتاحت. العجينة ارتاحت، فاحنا بقى هنشكلها ازاي. معايا مشط جديد اهوت، هنبدأ نشكلها بيه. تعالوا اقول لكم هنشكلها ازاي. عملت العجينة كورة، هبدأ ابططها كده اهوت على المشط كويس قوي. هبرمها كده اهوت وكده اهوت. اهيت قططناها على المشط كويس قوي اهو. هنبرمها كده كده، نحلها كده اهي يا جماعة. حلوة قوي. رجعت لكم تاني يا جماعة بعد ما شكلت العجينة كلها هي وسخنت الزيت. هبدأ احط العجينة بقى في الزيت. بسم الله. لما تطلع من الزيت هحطها في شربات بارد. اهي يا جماعة وهي في النار، هنسيبها لحد ما تحمر ويبقى لونها ذهبي كده. هطلعها اللون ده كده كده، لونها ذهبي وحلو قوي. احطها في الشربات اهو. وانا كنت مجهزة الشربات، هطلعهم واوريها لكم في الاخر. ورجعت لكم تاني يا جماعة بعد ما خلصت. كلوها بالهنا والشفا. عايزة اقول لكم ان ديت فكرة بسمة اختي اللي هي ام فريدة. عايزه اقول لها تسلم ايدك، انا اكلتها عندها كانت جميله جدا، وقلت لازم اعملها لكم عشان تجربوها. وهي فكره جديده وسهله قوي. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك بقى لو الفيديو عجبكم. يلا مع السلامه.